مكتبة بوتستريب لتصميم واجهات الويب. شو هو البوتستريب؟ عن شو راح نتكلم خلال هذا الفيديو؟ البوتستريب من الموقع الأساسي للبوتستريب. طبعا في كثير مكاتب تصميم الويب تستخدم CSS والجافا سكريبت والHTML. إذا بدك تفهم أكثر عن CSS والجافا سكريبت والHTML طرحنا دورات منفصلة ومستقلة لكل واحدة فيهم، بتقدر ترجع لها بقوائم التشغيل. قوائم طبعا كاملة للCSS دورة كاملة والجافا سكريبت دورة كاملة والHTML دورة كاملة بقوائم التشغيل. أيضا بالنسبة للفرونت إند، تطوير الفرونت إند بالويب، من المكتبات المهمة اللي هي البوتستريب اللي راح نتكلم عنها اليوم. شو هو البوتستريب؟ بيلد فاست، سريع، ريسبونسيف، تجاوبي، مواقع سريعة متجاوبة، طبعا متجاوبة مع مقاسات الشاشات. بالبوتستريب تصميم سريع ومواقع موبايل فيست، تدعم الموبايل، ريسبونسيف متجاوبة ومعدلة. أشهر open source toolkit، أداة مفتوحة المصدر لتطوير الفرونت اند بالعالم، هي في بوتستريب. أيضا تستخدم الساس، متغيرات الساس والميكسنز. إذا بدك تفهم شو هدول بتقدر ترجع لدورة CSS مشروحين بشكل أكبر. responsive grid system، أيضا نظام متجاوب اللي هو مربعات جريد هاي. اكستنسيف بري بيلت كومبوننتس، مكونات مبنيه مسبقا مبنيه، وايضا بلجنز للجافا سكريبت قويه. طبعا من الموقع الرسمي للبوتستريب، في اصدارات كثير للبوتستريب، منها 3 4 5 اليوم كمان نازل. تقدر تفوت على موقع البوتستريب الأساسي getbootstrap.com وتحصل على أحدث نسخة. التنصيب البوتستريب طبعا بسيط جدا، بدك من الـ NPM Node.js أو عبر الـ CMD، وفي عندك الباكج أونلاين CSS والجافا سكريبت. ايضا عندك ايقونات البوتستريب، طبعا في ايقونات كثير منها الفونت اوسم، مكتبة الفونت اوسم. وكمان البوتستريب بتزودك بايقونات مهمة ممكن تستفيد منها بالفرونت اند. ايضا عندك ثيم جاهزة للبوتستريب. اذا بدك تفهم شو البوتستريب بتروح على الدوكيومنتيشن تبع البوتستريب، فيه كل تفصيل عن البوتستريب. طبعا في ثيمات جاهزة بالبوتستريب تقدر تستفيد منها، بوتستريب 5 داشبورد، لوحة التحكم مثلا، سي ام اس، ادمن، ايضا كلها موجودة مبنية بالبوتستريب. طبعا شايف جمالية البوتستريب اللي بتوفر عليك عنها التصميم والكود، غنية جدا ثيمات البوتستريب. ايضا تقدر تفوت على الجيت هاب، بتلاقي فيه كثير امور عن البوتستريب، كود مبني بالبوتستريب. بمجرد انك تضغط هون بوتستريب، اذا معناته عندك كوميونيتي كبير جدا ضخم للبوتستريب. 328,501 ريبوزيتوري موجودة بالبوتستريب، كلها بتقدر تستفيد منها وتشوف الكود تبعها، مفتوحة المصدر open source. اذا نبدأ بالبوتستريب، عندك الاربعة كمان موقع مهم اللي هو W3 Schools. طبعا في كثير مواقع بتشرح البوتستريب، وانما من افضلها موجود يعني مع الأمثلة، بيكون فيه موجود أمثلة وأيضا شارحين فيه تفاصيل البوتستريب 4. في كمان عندك البوتستريب 3
وأيضا البوتستريب 5 5. عند يكون البوتستريب 4 هي أحدث نسخة من البوتستريب. طبعا صار في 5 اللي هي أشهر شيء، أشهر بيت تطوير متجاوبة تستخدم HTML و CSS والجافا سكريبت. تدعم الشاشات المختلفة، المقاسات بشكل بسيط. هذا هو البوتستريب. الكلاس عندك كونتينر مثلا رول كولومن جمبوترون. طبعا بدنا نفهم شيء بالبوتستريب، انه عندك مقسم الاعمدة ل 12 عمود، بناء عليها انت بتعمل الريسبونسيف للمقاسات الشاشات. اذا البوتستريب، خلينا نبدأ بالبوتستريب. البوتستريب هو مجاني، بتطوير فرونت اند مجانية مفتوحة المصدر، سريعة سهلة لتطوير الويب. بوتستريب بيحتوي CSS و HTML مثل ما ذكرنا، طرحناه دول بدورات مستقلة مشروحة بشكل مفصل بقوام التشغيل، تقدر ترجع لها. الفورمز، النماذج، الطيبوغرافي، الأزرار، الجداول، النافيجيشن، المودلز، الصور، الكروسول، السلايدر يعني، وأيضا كثير جدا من الخيارات الجافا سكريبت. بوتستريب أيضا بيعطيك القدرة والسهولة لإنشاء تصاميم متجاوبة. ريسبونسف ويب ديزاين شو هو؟ هو حوالين مواقع ويب تبنيها بشكل أوتوماتيكي، بتعمل نفسها جيدة المظهر على كل الأجهزة، من الجوالات الصغيرة إلى سطح المكتب الكبير الواسع. هذا أمثلة. شو الفرق بين بوتستريب 3 و 4؟ في عندك طبعا كومبوننتس، صار في عندك جديدة كومبوننتس، ستايل شيت أسرع وأيضا أكثر تجاوبا. ليش البوتستريب سهل الاستخدام؟ أي شخص فقط بيعرف الHTML والCSS بيقدر يبلش باستخدام البوتستريب. ميزات متجاوبة، البوتستريب بيعطيك CSS متجاوب قابل للعمل على التليفونات تابلتس والديسكتوب. أيضا الموبايل فيرست أبروتش بالبوتستريب، الموبايل فيرست ستايلز هي جزء من الكور الأساسي لبيت التطوير. براوزر كومباتيبلتي، توافقية مع المتصفحات، البوتستريب 4 متوافق مع كل المتصفحات الحديثة، كروم، فايرفوكس، انترنت اكسبلورر أكثر من 10، وايدج وسفاري والأوبرا كل تقريبا المتصفحات. وين منبلش البوتستريب؟ تعمل انكلود من السي دي ان، وبتحمل البوتستريب من الجيت بوتستريب دوت كوم من الموقع تبعه. طبعا السي دي ان يعني اونلاين، بتحط هذول الروابط. طبعا اذا بدك تعرف وين بدك تحطهم، طبعا ارجع على دورة ال HTML مشروح الموضوع بشكل مفصل، سواء الستايل او الجافا سكريبت الكود. كونتينرز، في عندي بالبوتستريب كونتينرز، حاويات. فرق بين الفلويد والكونتينر العادي، مقاسات الشاشات اللي بتدعمها شايف. وعندي كمان هون البادينج اللي موجودة في البوتستريب، بس بتحط بي ورقم البادينج. المارجن كمان بدك تفهم هاي المواضيع، جاها دورة CSS مشروحة بشكل مفصل. المقاس الشاشة الصغيرة، الميديم، اللارج، الاكس لارج، كلها موجودة في البوتستريب. هاد بوفر عليك عناء الكود. طبعا عندك هون مثل ما تكلمنا انه مقسم على 12 عمود بالتفصيل، تقدر توزعها بناء على الشيء اللي بدك اياه. انت حسب شو اللي بتشوفه مناسب. التايبوغرافي ايضا عندي الفونت سايز، حجم الخط، ايضا اللاين هاي، ارتفاع طبعا بشكل افتراضي البوتستريب بيستخدم لك حجم الخط 16 بكسل. ايضا عندك ارتفاع الخط يعني بين كل سطر وسطر 1.5. ايضا الافتراضي، الخط الافتراضي هو هيلفيتيكا نيو،
اريال وسان سيرف ايضا بالاضافه للباراجراف المارجن توب صفر والمارجن بوتون واحد رم 16 بكسل افتراضي بشكل افتراضي. من الاتش 1 للاتش 6 ايضا بالبوت ستريب موجوده العرض ايضا هذا السمول، كمان عندك المارك بيعمل لك هايلايت، ايضا الاي بي بي ار تعطيك هذا الموضوع، ايضا عندك البلوك كود وايضا الدي ال بوت ستريب بيعمل لك ستايل، وايضا الكود كمان والكي بي دي بيعمل لك يا البوت ستريب بهذا الشكل، والبري ايضا بيعمل لك اياه، وايضا في عندك اكثر من هيك تايبوغرافي موجوده بالبوت ستريب. الريفرنس كامل موجود على موقع W3Schools تقدر ترجع له. ايضا الالوان موجوده بالبوت ستريب بشكل منظم جدا، في عندك الوان النصوص موجوده ميوتد برايمري سكندري سكسس انفو ورنينج دينجر سكندري لايت بودي لايت وهكذا. ايضا عندك موجود الباك جراوند كلر بي جي، بتحط بي جي وشرطه داش برايمري سكسس وهكذا. التيبلز الجداول عندي كمان جداول متجاوبه تيبل تيبل ستايلد مخطط يعني مقلم، ايضا بوردرت الاطار الهوفر شايف لما تشرب بالماوس، وايضا عندك دارك نظام المظلم سترايبت الهوفرابل دارك، كمان عندك البوردر الستيل. فقط بمجرد انك تكتب اسم التنسيق مباشرة بيعطيك التنسيق، وما في داعي لتكتب كل كود السي اس اس موجود اوريدي هو بالمكتبة، فبالتالي بيوفر عليك الكود الضخم هو موجود بمكتبة البوت ستريب. ايضا عندك الصور كمان موجود لها كلاسات بالبوت ستريب توفر عليك تنسيقات سي اس اس راوندد سيركل ثيم بريل الاين الايمج، ايضا جمبوترون موجودة بالبوت ستريب جمبوترون اللي هي كونتينر فلود، هادي الجمبوترون. التنبيهات ايضا موجودة بالبوتستريب، ايضا الازرار موجودة بالبوتستريب تنسيقاتها بشكل مختصر، اوتلاين هاي اللي عليها خط من برا، وهوفرابل طبعا مقاسات الازرار الليفل اكتف وديسابل سبينر بيفتل بالزر، كمان عندك مجموعات الازرار موجودة ايضا كلها كلاسات جاهزة بالبادجز، كمان اللي بتكون مثل رقم الاشعار موجود على الازرار مثلا، او شايف البادجز الاربعة هون مسجز اربعة هي البادج بادج لايت، ايضا عندك البروجرس بارز شريط التقدم موجود اوريدي بالبوت ستريب، السبينرز اللي بتفتل تبع الداونلود ايضا موجودة تقدر تتحكم فيها، الباجينيشن تصفح اوريدي موجود بالبوت ستريب في خاصية الاكتف ديسابلت ما تقدر تضغط عليها، باجينيشن سايزنج مقاسات والالاينمنت والبريد كرامب اللي هي تتبع هاي ليست جروبس مجموعات ايضا موجودة بالبوت ستريب، الكاردز البطاقات كمان منسقة، ايضا عندك هون الالوان والتنسيق تبع الكاردز اوفرلي الدروب داون بالبوت ستريب مثل ما ملاحظين تقدر تتحكم فيه بشكل جميل جدا ومختصر. ايضا عندي هون الوان دروب داون الكولابس كمان موجود عندي هون الكولابس
بالبوتستراب، النفس كمان موجودة بالبوتستراب اللي هي تصفح، والأواين تقدر تعملها vertical و horizontal. البيلز كمان موجودة بالبوتستراب، وعند الناف بار أيضا الناف بار باجينيشن تنقل التصفح. كل هاي الأمور بتوفر عليك الجهد والعناء بتنسيقات CSS والجافا سكريبت والHTML. مجرد بس تحط كلاس، اسم الكلاس تبع البوتستراب، تستدعي مكتبة البوتستراب وهو اوتوماتيك بينسق لك الموضوع بشكل جميل جدا. عندي هون البوتستراب اونلاين فورمز اولريدي موجودة بالبوتستراب. ايضا عندي المدخلات الانبوتس سواء نصية، تشيك بوكس، راديو، كلها سلايدر ايضا موجودة بالبوتستراب. مجموعات الانبوت ايضا تقدر تعمل جروب. ايضا نماذج مستقل، شايف عندي هون الراديو، تشيك بوكس، الرينج سلايدر والكاستوم سلايدر، المنيو. ايضا عندي هون ملف اذا بدك تحمل ملف، وكمان عندي التوجل، كله موجود بالبوتستراب. الكاروسل اللي هو سلايدر ايضا موجود بالبوتستراب. الانديكيترز كمان موجودة، والتنقل رايت وليفت. طبعا هون تقدر تتحكم فيه، والنص تايتل والسب تايتل. ايضا عندي الموديل اللي هو بيفتح لك موديل موجود هيك كلوز او اكس، شلون تشتغل موديل. ايضا تول تيب اللي هي الملاحظات، شايف لما تأشر عليه بيعطيك شرح ملاحظة. ايضا بوب اوفر موجودة بالبوتستراب. البوب اوفر غير التول تيب، الفرق بيناتهم انه هاي بتظلها، اما التول تيب بتختفي مجرد تشيل الماوس. عندي ايضا التوست اللي هي الاشعار اللي بيظهر. سكرول سباي ايضا موجودة بالبوتستراب. سكرول سباي، لينك واحد لينك اثنين، اللي هي بتحط له مثل اي دي مثلا بنقلك عليه بناء على الزر، وهي هاي كلها موجودة بصفحة واحدة. ايضا عندي اليوتيليتيز موجودة بالبوتستراب. اليوتيليتيز شايف عندي هون البوردر، الاطار مخصص بمكان معين. اليوتيليتيز تقدر تستخدمها. الفليكس كمان موجودة مشان تتحكم لك باللي اوت تبع مكونات البوتستراب. الفليكس بوكس، الفرق الكبير بين بوتستراب 3 و 4 بحيث انه البوتستراب 4 الان بستخدم الفليكس بوكس بدل من الفلوت مشان يتحكم باللي اوت. الفليكس بوكس هو بيعمل لك البوتستراب ايضا متجاوب فليكس. شايف عندك هون الفليكس استخدمه، بقول لك فليكس دي فليكس، هون دي ان لاين فليكس. ايضا عندي هون الهوريزونتال دايركشن دي فليكس، فليكس رو، دي فليكس ريفرسد رو، وايضا الفيرتيكال دايركشن. جاستيفاي كونتنت يمين يسار بالمنتصف، تباعد سبيس بتوين، سبيس اراوند. دي فليكس ايضا موجودة، تقدر تتحكم بالتنسيق تبع محتويات او مكونات البوتستريب الكومبوننتس. ايضا ايقونات البوتستريب كبيرة جدا كثيرة، فيك تستخدمها
وأيضا في عندك الفونت أوسم، أيقونات الفونت أوسم مفيدة تقدر ترجع لها. عندك الأيقونات الفونت أوسم 5 أيقوناته مفيدة، أيضا فونت أوسم 4. أيضا في عندك البوتستريب 3 الأيقونات تبعه وأيقونات الجوجل، وأيضا عندك أيقونات البوتستريب كلها تقدر تستفيد منها. أيضا عندي موضوع اللي هو الميديا أوبجكتس اللي هي تعمل لك هاي المواضيع، ميديا بادي ومثلا ميديا بوردر إلى آخره من هاي المواضيع. الميديا بادي رايت ألايند ميديا إيمج، أيضا توب ميدل بوتون ألايمنت إلى آخره. كمان عندي الفلترز ببوتستريب، ممكن نستخدم الجيكويري مشان نعمل فلتر او سيرش للإليمنتس المكونات اللي هي الجيكويري جافا سكريبت مع البوت ستريب فلتر ليست قوائم. مجرد مثلا نحط شيء بيعمل ريسبونسيف مباشرة فلتر اي شيء. اذا هذا عندي تكلم عن البوت ستريب بشكل سريع مختصر. في عندي نظام الجريد او التوزيعات تبع البوتستريب، كمان مهم انه يكون تكون عارفان شو يعني الجريد تبع البوتستريب. مثل ما تكلمنا سابقا عندي البوتستريب السيستم تبعه بيسمح لك ب 12 عمود عبر الصفحة. اذا بدك تستخدم 12 عمود بشكل مستقل تقدر تستخدم جروب او مجموعات مع بعض مشان تنشئ عملية أعرض وهكذا. في عندك كمان المقاسات الشاشات small medium large x large. أيضا عندي قواعد للسيستم، في عندي بيستخدم قواعد هي لازم إنه تكون محطوطة بالكونتينر العرض ثابت أو الكونتينر fluid full width العرض كامل مشان تعمل الالاينمنت وبعدينك مناسب. بتستخدم السطور مشان تنشئ مجموعات افقيه من الاعمده، المحتوى لازم يكون خلال الاعمده وايضا فقط الاعمده اللي بتكون children للروز الاسطر. ايضا عندي بشكل معرف مسبقا اللي هي الاسطر والاعمده، وايضا عندي متاحه اللي اوت سريع الاعمده بتنشئ لك جترز جابس او وسفات بين الاعمدة، المحتوى عن طريق البادنج، وايضا هذا اول شيء واخر شيء العمود بالمارجن السالب للاصفف. ايضا عندي الاعمدة تنشأ بشكل معين بالرقم 12 متاح للاعمدة مشان تعمل سبان على سبيل المثال 3 بيساوي الاعمدة تستخدم 4 4 لأنه 12 على 4 بيعطيك 3 أعمدة. أيضا عندي الأعمدة العرض تبعها هو بالنسبة للمئوية دائما بيكون فلويد و سوزد ريلاتيف للعنصر الأساسي. أكبر اختلاف بين البوتستريب 3 و 4 مثل ما ذكرنا سابقا أن البوتستريب 4 الآن بيستخدم لك الفليكس بوكس بدل من الفلوتس، وأيضا إيجابية كبيرة للفليكس بوكس إنه الكريت بدون عرض معين مسبقا أوتوماتيك هو بيعرض لك بساوي عرض العمود، وأيضا الارتفاع على سبيل المثال ثلاث أعمدة أو ثلاث عناصر بالكولوم سمول هي أوتوماتيكلي 33.33 من العرض. أيضا عندك إذا بدك تتعلم أكثر عن الفليكس بوكس بالسيس اس ذكرنا موضوع الفليكس بوكس شرحناه بشكل مفصل دورة السيس اس، بتقدر ترجع له لفهم اكثر. في عندي كمان بالبوتستريب اذا هون عندي ستاكد والهوريزنتال، كمان عندي الاكس سمول والجريد سمول، وايضا عندي بالبوتستريب الجريد ميديوم الوسط
ايضا عندي اللارج الكبير، مقاسات الشاشات الكبيرة، وايضا الاكس لارج وامثلة. طبعا امثلة كثيرة على تنسيق البوت ستريب. اذا هيك تكلمنا عن مقدمة سريعة عن البوت ستريب. الجريد للبوت ستريب، في عندي كمان تمبليتس كثيرة للبوت ستريب تقدر ترجع لها، تمارين كمان اذا بدك تتمرن على البوت ستريب موجودة بموقع W3Schools. ايضا عندي المرجع تبع البوت ستريب، فيه كلاسات البوت ستريب بشكل كامل هون عندي، تقدر ترجع لها وتشوف امثلة عليها كمان موجودة بالبوت ستريب. مثلا W100 بيعطيك العرض للعنصر لمية بالمية. بدك تشوف مثال عليها، هون عندك العرض 25%، بتحط له W25 بكل بساطة. W50 بيعطيك 50%، W75 75%، W100 بيعطيك 100%. وبدك تعمل MW ورنج، هو العرض أكثر عرض هو 100%، اللي هو أعطاك أكثر عرض ماكس ويث. إذا هيك نكون تكلمنا عن المراجع كل الكلاسات. في عندي الجافا سكريبت الاليرت موجودة بالبوتستريب، في عندي بتقدر تعمل يعني ترابط بين الجافا سكريبت والبوتستريب، الازرار ايضا فيك تعمل لها بوتستريب تقول له ديسبوز. ايضا عندي الكاروسل مفيد لها الجافا سكريبت، الكولابس كمان تظهر بتختفي، دروب داون، وايضا عندي الموديل يلي بيظهر بالشاشة البوب اوفر، وايضا عندي بالبوت ستريب السكرول سباي والتاب والتوست والتول تيب. كل هاي الامور تقدر تستخدمها بالبوت ستريب مع الجافا سكريبت. ايضا عندي التول تيب، بمجرد بس تجيب الاي دي تبع البوت ستريب داتا توجل تول تيب تايتل وري تول تيب، بتعطيه تول تيب وتول تيب فقط. وفي عندي فانكشنات جاهزة للبوت ستريب. طبعا بدك تعرف اكثر بموضوع الجافا سكريبت، طرحنا دورة كاملة مثل ما ذكرنا للجافا سكريبت، تقدر تفهم الجافا سكريبت بشكل اكبر واكثر تعمقا. اذا هذا هو البوت ستريب. عن شو تكلمنا؟ تكلمنا عن لمحة سريعة عن البوت ستريب، الكومبوننتس الكثيرة، مكونات بتقدر تستخدمها ببناء الويب فرونت اند، وتكلمنا عن النظام التصميم تبع البوت ستريب اللي اوت اللي هو 12 عمود، تقدر توزعها بناء على اللي انت بدك اياه المناسب. ايضا المرجع لكل الكلاسات تبع البوت ستريب جاهزة اوريدي بري ديفايند، وايضا عندي الجافا سكريبت التكامل مع الجافا سكريبت او الجيكويري اذا بدك تستخدم الجيكويري. اذا هذا كان فيديو سريع عن البوت ستريب، مكتبة تطوير فرونت اند للويب، مهمة جدا، بتوفر عليك عناء الكود وبشكل جميل جدا ومختصر وسريع، ريسبونسيف متجاوب لمقاسات الشاشات جميعها، ايضا سريعة وجميل تصميمها، تقدر تعدل عليه باللي بدك اياه.
بشكل ذكي وسريع جدا. هذا كان فيديو عن البوتستريب، كان معكم مدرب المهارات معاذ الشحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.